في حلقة جديدة من برنامجنا أفكار وعقائد. بنرحب بالدكتور إكرام. أهلا بك. والأسيس رجائي. مشوارنا قرب يخلص. فالنهاردة حلقة جديدة هنتكلم وهنناقش فيها دور المرأة في الفكر المرموني، وهل ليها دور فعليا ولا يعني هدروها حقها يعني كبقية المجتمعات، رغم ان هو مجتمع متقدم يعني مش هم بس ما انا بقول رغم ان هو مجتمع متقدم الا انه حط المرأة في مكانة غريبة قوي. والنقطة التانية اللي هنناقشها في حلقتنا النهاردة فكرة قبول الآخر، قد ايه هم منعزلين ومنفصلين وعنصريين في قصة قبولهم للآخر. خلينا نبدأ كده مع دكتور إكرام. والحقيقة انا لما كنت بقرأ الادبيات بتاعتهم واكتشفت انها يعني ديانة امريكية، فكنت متوقع ان المرأة يكون لها دور بارز يعني زي المرأة الامريكية زي هيلاري كلينتون مثلا، لان المرأة الامريكية قوية جدا جدا. وللعلم يعني حتى المرأة الامريكية قوية في البيت وقوية بره، والدولة نفسها بتعضد المرأة الامريكية يعني لما يحصل طلاق، لما يحصل مش عارف ايه، مرأة قوية جدا بره وجوه يعني. وعشان كده في يعني ملاحظة بيزوية يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن رسامة المرأة قصا يعني في الكنيسة في مصر، معظم القساوسة الذين هاجروا لأمريكا ضد رسامة المرأة. ليه؟ لأنهم لما بيروحوا أمريكا بيكتشفوا أولا زوجاتهم اللي راحوا معاهم بقوا أقوياء عليهم. ثانيا يكتشفوا في الكنائس، يكتشفوا في الكنائس بتاعتهم قد ايه المرأة قوية، واخد بالك، بعكس ما هم عاشوا هنا في الكنائس بتاعتنا وكده. ان احنا طبعا كنائس شرقيين ومجتمعات ذكورية، فالرجل اللي هو يعني متحكم وعايز هو اللي يبقى رئيس كل شكلا حاجة يعني هو شكلا. لكن يعني هي شكلا وموضوعا في أمريكا فعلا حقيقي يعني. فأنا كنت فاكر كده يعني فكرتي العامة إن هي زي ما أنا قلت لكم قبل كده إنه ديانة أمريكية 100% ميدن أمريكا يعني، فكنت متوقع كده. لكن اللي حصل عكس كده تماما. أنا لما تعمقت عندهم ما فهمش كاهنات خالص في المعبد، ده رقم واحد. ثانيا دورهم هامشي جدا، ان هم يربوا الاولاد، انهم مش لانهم بيخلفوا عيال كتير جدا ما عندهمش حدود، فبالتالي هي مشغوله دايما طول عمرها بالحمل والولاده وتربيه الاولاد، فهي ما لهاش علاقه يعني كده. يمكن الدور الوحيد اللي بتعمله في جوقه الترنيم العظيمه فيها اصوات سيدات كتيره جدا، لكن ما فيش دور للمراه قيادي في الكنيسة أو في المجتمع بتاعهم، في نفس المجتمع العلماني اللي هو في يوتا مفيش حد. عشان كده مثلا لما كان في مرشح كان رجل مرشح مرموني كان نازل قدام أوباما في الانتخابات الأخيرة المدة الأولانية بتاعته اللي هو كان اسمه رومني. ده كان مرموني، كان مرموني. فالمرأة الحقيقة ليس لها دور في هذه المنظومة اللي هم عاملينها. تهيألي كمان يعني واحدة من الحاجات اللي لو قلنا أهترت حق المرأة فكرة تعدد الزوجات. ده نقطة خطيرة في الفكر المرموني، يعني الرجل مسموح له بالارتباط، وخاصة الكاهن يعني بالارتباط من أكثر من واحدة. وكأنها يعني غير مساويه ليه، فهو مسموح له انه يرتبط بعدد منهم. هو التعدد ده بالضبط كانه يعني هو مش بينظر للمراه كانسان خالص يعني، هو بينظر ليها كوعاء للجنس. وده عكس فكر المسيح خالص يعني. يعني احنا لو لاحظنا فكر المسيح من ناحيه المراه، ملخصه أن المسيح لما نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه يعني. وفي نفس الوقت المسيح لم يتحدث إطلاقا عن لبس المرأة خالص يعني. هو قال يعني أنه
ان المشكلة مش في المرأة بتلبس ايه او مش بتلبس ايه او بتتصرف ازاي مش بتتصرف، المشكلة في نظرة المجتمع للمرأة، هل هو بينظر لها نظرة دونية او نظرة سامية. فهنا الرجل ده اشارة للمجتمع، من نظر الى امرأة ليشتهيها، يعني اذا لو نظر لها نظرة دونية فقد زنى به، ولم يذكر ابدا ان المرأة هي سبب للزنا او للشهوة او لكلام زي كده. صح، ده على فكرة ده تاريخ، يعني تاريخ انا تتبعته فترة من الفترات من كتر اضطهاد المرأة واحساسي ان المرأة مضطهدة. حتى في العهد القديم احترام المرأة كان على أولويات الرسالة أو أولويات التعليم. أيوة. قد إيه المرأة كانت محترمة وليها كيان وليها وضع وليها نصيب لو ملهاش أخ أو أب ذكر. أيوة. يعني حتى في التاريخ الميراث. في الميراث. فكان تاريخ الصراحة حتى يعني كان لهم وقفات ومحطات غريبة جدا في احترامهم للمرأة. يعني كان في نبيات قاضيات يعني دبورة، دي كلها مواقف قيادية. يعني نبية اسمها خالدة طبعا دبورة القاضية. وحكيمة، حكيمة تقوع، المرأة اللي أنقذت البلد كلها بحكمتها، ودي فيلسوفة يعني بيقولوا الكتاب المقدس حتى في العهد القديم احترم المرأة أيا كان وصفها، يعني حتى هو ماشي بيه وعمره ما حملها نتيجة الخطيئة. يعني حتى في قصة داود لما حصلت الخطيئة، أنا شايفة أن الكتاب المقدس كان منصف جدا. الست دي ما حدش جاب سيرتها ولا أدانها بأي إدانة، إلا أن الإدانة كلها وقعت على الرجل اللي قام بهذا الفعل. طبعا يعني قمة الرقي. يعني طبعا المربونية بيعتبروها مجرد أداة، يعني أو أعتقد يعني في خاصة في الجزء التعامل الكهنة مع المرأة هي أداة لإنجاب الأطفال. حتى في في الأبدية برضو يعني مصاحبة ماشية مع جوزها، التسيد الذكوري في المشهد. أيوة. كأنك بتتعامل مع إنسان وكائن أقل من إنسان. دي مشكلة. أنا بقول التعددية معناها إنهم عايشين في حظيرة. يعني الحظيرة فيها تعدد، يعني في ثور واحد لكذا بقرة أو ديك لكذا فرخ. لا بس هي فكرة السؤال، التعددية دي حظيرة، يعني مش حاجة إنسانية بالمرة يعني. بس السؤال اللي انا بساله، يعني هم اذا هم دول يعني لا ينتموا، يعني واضح بقى خلاص من كتر يعني من كتر ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده ان هم لا ينتموا ولا يحملوا فكر المسيح في داخلهم ولا بيحاولوا يوصلوا فكر المسيح الحقيقي، احنا بقى اللي بنحمل فكر المسيح، ايه نظرتنا للمرأة؟ ما هو ده السؤال بقى. يعني انا شايفه انه برضو المرأة قدام الناس اللي بيحملوا فكر المسيح الحقيقي برضو ما زالت محتقره. طب انت بصفتك مرأة قولي لي تصورك، يعني تصورك ايه اللي يكون نظرة الكنيسة للمرأة؟ اقول بقى واتكل على الله. اقول واتكل على الله. انت حقك تقول معاك الكاميرا. اقول واتكل على الله يعني وايا كان. الصراحة يعني انا شايفة انه من العار انه الكنيسة المصلحة تقف تفكر ازاي المرأة تترسم او ما تترسمش، حاسها انها عار. ده المفروض انا يعني المفروض المرأة هي اللي تفكر اقبل هذا المنصب او هذا الوضع او ارفضه، يعني حقها الطبيعي. يعني انا شايفه انه ده موضوع مش لمناقشه السلطه الكنسيه او لمناقشه الاسس، مع احترامي للاسس جميعا يعني، لكن ده موضوع لمناقشه المراه نفسها. يعني المراه هي اللي تناقش هل انا اقدر اقوم بهذا الدور، هل انا اقدر اوفق بين رعايتي لبيتي والاسرتي ورعايتي لكنيسه ومجتمع. ده مش دور الكنيسه انها تفكر. انا القضيه بالنسبه لي مش محسومه لانه انا كامراه مش عارفه أقدر، يعني هل أنا كامرأة وبحب الخدمة وبحب الرعاية وكلام زي أقدر فعلا في وقت من الأوقات أوفق بين مجتمع كامل عايزني أرعيه وأتواصل معاه ووصل له رسالة؟ لا، دي قضيتي أنا مش قضية السلطة الكنسية. ده عقيدة أساسية في الإصلاح اللي هي كهنوت جماعة. أنا بحس إنه إحنا بنغالط نفسنا. دي النقطة التانية، أنا بحس إن إحنا كمصلحين بنضحك على نفسنا لما بنقعد وبنعمل اجتماعات وبنقول فيها احنا هنناقش موضوع رسالة المرأة. ده مش كذب على نفسينا، بنكذب على نفسينا. هي نوع من الازدواجية شوية. يعني احنا بنقرر ان احنا بنساوي البشر ببعضهم، بنساوي الرجل. حتى بولس ليس رجل ولا امرأة، ليس عبد ولا حر. وفي نفس الوقت بنعلم التعليم ده واحنا بنمارس عنصرية شديدة ضد المرأة. ليس يهودي أممي، خلي بالك يعني الجملة دي، ليس يهودي ولا أممي. مظبوط. دي اتحسمت امتى؟ اتحسمت في أول مجمع اللي هو في أعمال 15. تمام.
يعني حسموها، فتح الباب للأمم. فتح الباب للأمم وحسموها في 1915. واستنوا 19 قرن عشان يحسموا ليس عبد ولا حر. 19 قرن لغاية ما جه إبراهام لينكولن وحرر العبيد، ولغاية دلوقتي ما حسموش ليس رجل وامرأة. يا ترى ياخدوا كم قرن عشان يكملوا المنظومة، مع ان هي مع ان المنظومة واحدة. يعني كان المفروض ده يتحسم من اعمال 15، كانوا يحسموا الباقيين يعني. طبعا المسيح نفسه. ايه اللي اخر ده؟ ثقافة البشر، ثقافة الكنيسة، ثقافة الكنيسة. لكن الثلاثة دول منظومة واحدة، منظومة واحدة في الكتاب زي بعض. انت عملت ليس يهودي ولا أممي، كمل بقى. ازاي تاخد التلت وتسيب التلتان، وبعدين تاخد التلت التاني بعد 19 قرن؟ doesn't make sense يعني. يعني أنا نفسي رسالة عملية توصل للناس، خاصة في النقطة دي. يمكن مشاهدين كتير يعني تبقى فرصة أنهم ياخدوا رسالة، لأن أنا حاسس أن كمان المرأة حتى في العبادة ظلمت، في العبادة الكنسية ظلمت. يعني في فكر كتير بيشاع ويعلم، مثلا أن المرأة مش في كمال الرجل في أوقات معينة في الشهر، ما مش مسموح لها تدخل الكنيسة يعني. في الحيط مش مسموح لها تتعبد. دي تعليم أعتقد أنها يعني رجعية متخلفة جدا جدا. يعني ده ظلم بين للمرأة في الكنيسة وإحنا واقفين بنتفرج يعني. لا مش بس كده، أنا أقولك حاجة تانية. أنه آخر الأبحاث العلمية في تركيبة المخ، وبيقولك المرأة عاطفية والرجل عقل، وما ينفعش، كانوا بيناقشوا الحكاية دي، ما ينفعش تبقى قاضية لأنها تحكم بعواطفها لو المتهم مش يكتشفوا أن في فص للعاطفة وفي فص للموضوعية في مخ الرجل والمرأة. تمام. الرجل متصلين ببعض، المرأة منفصلين. يعني المرأة لما تفكر بعقلها تاخد قرارها بدم بارد جدا وبموضوعية شديدة جدا. الراجل لو حد استعطفه بيرجع في كلامه، وده بيبان جدا. عشان كده مثلا يقولك ايه، انا ما احبش ان امرأة تبقى المدير بتاعي. حتى الستات نفسها يقولك ما احبش المرأة تبقى المدير بتاعي او الرئيس بتاعي. ليه؟ لانهم اقوية جدا في الادارة. في الادارة ده حقيقي. ده لانهم فاصلين، فاصلين. وبعدين الراجل ما قدرش يعمل حاجتين في وقت واحد، المرأة ممكن تعمل ثلاث حاجات. فيعني فدي حاجة، يعني دي حاجة علمية. أنا بقول الكلام ده لأن كنت بتكلم عن المتخلفين اللي بيتكلموا عن الحيض، وإن دي بتقلل من تركيز المرأة. ده علميا لم يثبت إطلاقا. معلش بس أنا عندي دلوقتي بقى حاجة يعني دايما بستغرب لها. يعني إذا في يعني أنا قاعدة دلوقتي مبدئيا مع اتنين أسس، يعني حضرتك أسيس وحضرتك أسيس وأستاذ، ليه ما بنناديش بالفكر الصح؟ ليه ما بنقولش حضرتك أنا عارفة أنك بتخدم في الميلينيا؟ لا مش بننادي، احنا بننادي. لا بس عارف الدكتور يقول أكتر. هي دي المحصلة اللي احنا واقفين عندها. بنعمل لقاءات عشان نناقش موضوع رسامة المرأة. المرأة بقيت قاضية، بقيت محامية، يعني بقيت النهاردة لما يجي أسيس بتطلع الفضاء، يعني ما بقاش في حدود ليها. احنا النهاردة لما يجي أسيس يوصي عروس في يوم زفافها، اخضعي وطيعي. طبعا الرسالة بتوصل للناس كما صار قالت يا إبراهيم يا سيدي يا سيدي. يقولوا كده. لكن الرسالة بتوصل للناس هي كأنه الخضوع الأعمى، يعني الخنوع العظيم. احنا هنا بنقول ان ربنا ادى للمرأة انها تفكر وتاخد قرارها، ويبقى الخضوع هو خضوع حب متبادل، زي ما الرجل بيخضع المرأة بتخضع، زي ما المرأة بتخضع الرجل بيخضع، والعكس. بس يعني واحنا لما بنقول كهنوت جميع المؤمنين يعني كله بقى يعني اي واحد في الكنيسة، شيخ، شماس، عضو، يقدر يكسر الخبز ويقدر يصلي على الكأس ويقدر يعمل كل حاجات اللي ويقدر يجوز. ما عندناش كهنة، احنا ما عندناش كهنوت. ده معنى كهنوت جميع المؤمنين. طب ليه احنا بنعمل ان القسيس يعمل كذا والشيخ يعمل كذا؟ ده نظام، تنظيم، تنظيم عشان ما يحصلش فوضى. بالظبط. يعني ده اللاهوت بتاعنا، انه ده مجرد تنظيم عشان ما يحصلش فوضى. فاحنا بنقول خريج كليه اللاهوت يترسم، تطلع على الايادي عشان يبقى شغلته كده.
شغلته مش كاهن فوقينا ولا بتاع، ده واحد زينا بس اتفرغ للتعليم وللفرائض. ما عندناش لكن مستويات. ممكن اي ما عندناش ليفلز روحيه يعني. لكن من اللي بيعمله القسيس يعمله اي واحد من لان كهنوت جميع المؤمنين، اي واحد او اي واحده، هو ده اللاهوت بتاعنا، اي واحد او اي انسان يعني، سواء كان رجل او امراه. لكن ليه القسيس؟ لان ده لما نيجي نحول بقى الشغلانه بتاعتنا الى كهنوت، وان المراه ما تقدرش ومش عارف ايه، يبقى احنا ضد كهنوت جميع المؤمنين، احنا بنتنكر لاساس لاهوتنا واساس اصلاحنا يعني. ده فعلا يعني. ما هو ده الفكره اللي انا يعني دايما ببقى مستغرباها، يعني احنا قاعدين نناقش موضوعات هي اساسا محسومه كتابيا ومعروف رؤيتنا ليها ككنيسه مصلحه، وسايبين الفساد وحالتنا الروحيه متدهوره اخر حاجه. يعني انا يعني احنا قلنا من ضمن الاسباب اللي خلت فيه انجذاب، مظبوط، ايوه، انجذاب للفكر الجديد المرموني يعني. على سبيل المثال قصة انه الكنيسة اساسا مش قايمة بدورها، الكنيسة قاعدة بتضيع وقتها، او قادة الكنيسة قاعدين بيضيعوا مجهودهم ووقتهم في انهم يناقشوا قضية هي محسومة عقائديا ولاهوتيا، وسايبين احنا القضايا الاصلية والرئيسية اللي هي المفروض تكون شغلنا الشاغل. بالظبط. شغلنا نفكر، نوسع مجالاتنا، نوسع مداركنا، نعبر اكتر عن رسالتنا وازاي نوصل للناس. سايبين. طب ما انا على فكره يعني انا كتير اسال نفسي، طب ما هو رسام يعني انه الراجل يبقى قسيس، دي قضيه كتير من الشباب الخدام جوه الكنيسه يرفضوا ان هم يبقوا قسيس. ما انا مش هبقى، لا انا هخدم قلك، مش هبقى راعي كنيسه ولا اي حاجه. اذا هي قضيه مطروحه للطرفين، للاختيار الشخصي، مين يقدر، مش احنا اللي نقرر. بالظبط. ان يعني انا بتوقع انه الموضوع ده لو حصل فيه قبول والمراه فعلا بقت راعي، انا ما اظنش ان في حد هيعرف يرعى قد الام قد الانثى قد الست. يعني مش عارفه، عندي احساس قوي ان هي اللي هتعرف ترعى يعني. ده حقيقي، ده حقيقي. حسن رجائي متحفظ. لا خالص انا بس بفكر. احنا بنقولنا كمان في ممكن تكون تشتغل تشابلن في المستشفى، تشتغل مدرسه في المدارس، تدرس دين وترعى البنات في المدارس يعني، او المدارس المختلطه ترعى البنات والولاد وهكذا يعني. يعني وبعد كده نسيب الكنائس هي اللي يعني، دايما احنا بنقول ان هي بتنتخب، تقرر بقى، كل كنيسه تقرر بحسب فكرها، كل كنيسه يعني اللي خايفين ان تبقى راعيه خلاص، ما الكنيسه هترفض او تبقى الكنيسه المحليه طبعا. قرار بتاع الكنيسه. بس انا هسال بس رجائي سؤال، لان حسيته تحفظ شويه، هل ده هيبقى فكر مقبول في 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 يعني، بس احنا يعني انا عايز في مناطق معينه يعني، عايز اقول يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن مبادئ اتعلمناها من كتابنا وتعلمناها في ايماننا المسيحي، مبادئ عامه. كون ان ثقافه المجتمع لا تحكم على المبادئ الروحيه، يعني المفروض ان الايمان زي ما بيعمل الروح القدس معانا، بياخد بايدينا وياخدنا خطوه في الاستناره والادراك زي ما اتكلمنا على الوحي. المفروض ان الايمان الحقيقي، الايمان المسيحي، ياخد الثقافه، يمسك الثقافه وياخد المجتمع وياخده خطوه لقدام، يعمل عمليه الاعلان زي ما تدرج معانا الله في الاعلان، نتدرج احنا مع المجتمع، ناخده خطوه بخطوه ونتسع. ما نستسلمش لثقافه تكون يمكن برجعيه ترجع بينا قبل المسيح، ونسكت ونقول اصل المجتمع بيقول والثقافه بتقول. احنا نقول اللي التعليم اللي استلمناه والفهمنا للكتاب المقدس بيقول ايه، وناخد المجتمع معانا قدام. يعني اذا كنا بنقول ان الكتاب المقدس ساوى بين الرجل والمراه، فاحنا مستنيين ايه؟ يعني ايه، يعني ايه البديل؟ يعني مفيش بدائل تانية. وبعدين انت تاخد المبدا، لانه ده في اصل اللاهوت بتاعك، تاخد المبدا بس، بعد كده الكنائس حره، التطبيق على مهله. يطبق يعني السنه، يعني المراه اللي تثبت نفسها في كنيسه وتقدر تاخد شعبيه وينتخبوها يبقى ويلكم، اللي ما تقدرش خلاص يعني الزمن. انا شايفه ان المراه في بلدنا وفي بلاد يعني يعتبر في صعيد مصر عمده. في اكتر من كده يعني لا، الموضوع خلاص ما بقاش. ده في سيدات في كنايس في الصعيد بيشتغلوا يعني
زي القسيس وزي الشيخ وأفضل من شيخ ومن قسيس؟ يعني أنا لما المسيح علم مثلا عن قضية الطلاق، والمسيح لما رفض تعدد الزوجات وعلم الناس إن أهمية العهد، تفتكر ده يعني الناس قبلت الكلام ده بسهولة على مر التاريخ؟ برضه أخد وقت، يعني أخد وقت على بال ما ياخدوا تعليم المسيح ده ويطبقوه في حياتهم في مجتمعاتهم وفي ثقافتهم. أنا أقصد إن إحنا دلوقتي في الوقت اللي ابتدت خلاص الأمور فيه توضح وبان. إحنا متأخرين، لا ده إحنا متأخرين خالص. يعني الست اللي بقت عمدة دي مش في الصعيد، مش في الصعيد عندنا. يعني الموضوع خلاص خرج، المفروض الكنيسة تقوم بقى من قصة إن إحنا عمدة وزيرة نائبة في مجلس الشعب. أنا أقصد إنه في صعيد مصر، في الحتت اللي ممكن نقول انها اكثر انغلاقا، يعني قبلت المراه كعمده كاكبر يا ست في امريكا، وفي قمع للمراه وفي ديانه امريكيه. في المورمون. النقطه الثانيه اللي كنا عايزين نتكلم عنها قبل ما الحلقه تخلص، نقطه قبول الاخر بالنسبه لطائفه المورمون او جماعه المورمون. ما برضو حكايه المراه دي فيها قبول الاخر او رفض. قبلوها الاخر الجنسي الرجل او المراه. طيب هو طبعا عندهم حكايه قبول الاخر دي مرفوضه تماما، يعني هم منغلقين على نفسهم. ان ما كنتش شبهي شكرا. ايوه بالظبط بالظبط، مش عايزين يقبلوا التنوع وسطيهم. يعني زي ما في حد قال انه عصفور واحد لا يصنع ربيعا، وورده واحده لا تصنع بستانا. ده قبول الآخر، إنه ونغمة واحدة لا تصنع أوركسترا. يعني فالتنوع ده من طبيعة الحياة اللي ربنا خلقها، رجل وامرأة وطبيعة، يعني الطبيعة نفسها فيها تنوع عجيب كده. فلما يجي مجتمع زي كده يغلق على نفسه ويرفض فكرة التنوع، وأن أي حد يدخلهم يقولبوه، يعني يدخلوه في القالب بتاعهم، ده نهايته انه هينتهوا مع الوقت. وده طبعا بيتعارض تماما معانا احنا كفكر فكر المسيح. يعني برضه فكره نغمه احنا قديسين الايام الاخيره دي، دي نبع من كده. دي صحيح. يعني ما فيش عنصريه اكتر من يعني النظره الفوقيه، يعني احنا احسن من كل الناس اللي حوالينا. وان المسيح تخلى عن الكنيسه من سنه 451، هو رفع ايديه المسيح وقال لهم خلاص اقفلوا، لأن الكنيسة انقسمت وأنا مش قادر أشتغل معاها. المسيح قال كده ليهم يعني، وعلى والمسيح ما اشتغلش في الكنائس كلها من 451 لغاية 1823، لما أقام مرموني ده من الموت وبعته لجوزيف سميث. تخيل، مشكلة. فدي ما في يعني، دي يعني نموذج رهيب جدا في عدم قبول الآخر. يعني شغل الكنائس من 451 ل 1823 ده خارج عن المسيح. خدي نموذج العبادة مثلا، احنا في كمسيحيين اي حد مسموح له يدخل الكنيسة، اي حد يدخل يحضر اجتماع، يحضر عبادة، اي حد مسيحي او غير مسيحي، كون له عبادة تتصف بالغموض وتبقى محددة على مجموعة من الناس. الناس دي اللي لاقت القبول من ربنا برضه، يعني فكرة برضه فيها رفض للآخر، رفض طبعا. يعني مش طبعا. حاجات كتير يعني بتقول إن عندهم العنصرية. يعني نقدر نقول في نهاية حلقتنا إنه رغم إن فيهم نقاط مضيئة، إلا إن فيهم نقاط قوية جدا ما ينفعش نتغاضى عنها، والمجتمع أصبح يعني مفتوح لدرجة إنه ما ينفعش نتغاضى عن نقاط مهمة بالطريقة دي. في نهاية حلقتنا بنشكركم مشاهدينا الكرام، بنشكر الدكتور إكرام، بنشكر رجائي القسيس رجائي، وهنلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله.